صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يحاسب من هجر والديه الكفار ولم يبرهم ويقول لن أبرهم حتى يسلموا وأنا لست بمحاسب على هذا؟ هذا جاهل، هذا من الجاهل، هذا من اللي يقول يلبسون الأمور ولا يفهمون. حق الوالد لا يسقط ولو كان كافرا، يجب البر به، لكن لا تجوز محبته، وإنما يبر به من ناحية التعامل فقط، مقابلة الإحسان بالإحسان، لأنه أحسن إليك ورباك وقام عليك حتى كبرت، فأنت تبر به. وهذا بنص القرآن: صاحبهما في الدنيا معروف. نعم.